أما في السوق الكويتي فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت منخفضاً بنسبة بلغت 0.73% عند مستوى 8163 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 25 مليون دينار. جاء سهم شركة هيومن سوفت القابضة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 2.22% عند 3.68 دنانير. تلا سهم أرذان المالية للتمويل والاستثمار بنسبة بلغت 1.69% عند 0.12 دينار. أيضا سهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن نسبة 0.83% ليغلق عند 0.60 دينار. أينما تصدر سهم شركة المباني العامة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة بلغت 3% ليغلق عند 0.80 دينار.